عليكم كديري لاباس عليكم، كلشي بخير، اموركم طيبه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده، وعيدكم مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطولة العمر، ويرفع علينا هذا الوباء باذن الله يا رب العالمين. انا قلت لكم راه شاركت معكم مشترياتي من بيم، واليوم انا حضرتهم في طاوله الفطور ديال اليوم العيد. كنت وريتكم هاد ثلاثه الصواني تيمشيو ثلاثه. هذه درت فيها الحلوه بالشوكولاتة، ها هي الا كانت بعديكم، وهذه درت فيها تشيز كيك جات زوينه، وهذه درت فيها داكشي ديال الفرماج وديال كونفيتير وديال الشوكولا. نتمنى يعجبكم الديكور ديالي. وهاد الصواني اللي خديت ها هما هي ثلاثه، ها هما حطيتهم هنا ديكور. انا باقا ما مرصات دا واش نديرهم مجامع في النعناع واتاي وداكشي، ولا نخليهم لحاجه اخرى. المهم هادو هما المشتريات اللي كنشريت من بيم. انا قلت لكم غنوظفهم في نهار العيد ان شاء الله في طاوله الفطور، وهانتوما معانا صحبه الحلويات النسق اللي قدمت معاكم ديال الصابلي. ها هي هي حطينا على هذا الشكل. كاين هنا حريشات، كاين هنايا بريوات ومحينشات صغار. هادي نيت حضرتها معكم، هاد الغريبه ديال التسميد الكوك. هادي تاع غريبه العاديه ما حضرتهاش معكم، ومره اخرى غنقدر نديرها معكم هي. وهادي ديال كاوكاو كتجي على هاد الشكل. وهاد المعمول كلشي شي صنع يدوي ومنزلي، وما شرينا منه حتى حاجه. كاين هاد الرغيفات عاود بالعسل، وهاد المعمول ديال التمر. نتمنى هاد الطاوله تعجبكم وطرق ليكم، وعيدكم مبارك سعيد. وانا قلت لكم انا غنشارك معكم هذاك المشتريات، انا شاركتهم معكم. ايوا هذا الشيء اللي عطى الله، خلينا غير اتاي نعمروه ونفطروه، وما كرهناكمش تكونوا معانا، ولكن الله غالب. هذا الشيء اللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى. ايوا البلاد الملوي تاوايا وبغرير بالشوكولا، والبغرير عادي، كلشي هادشي منزلي 100%. ايوا هادشي اللي عطا الله، شاركت معكم البيفي ديال نهار العيد. نتمنى يعجبكم ويروحكم، وبيري ليداتاي ها هو لحقو طريقكم، ودامت لكم الافراح ودامت لكم المسرات، يكون عيدكم مبارك سعيد باذن الله. شي خطر نشارك معكم هاد الشيز كيك، تجي رائعه بالفخوي روج. نجي ونعاود لكم شي خطر نشاركها معكم، علاش لا. درنا حتى الليل وكان صافي عينا حبنا داكشي لاخر. ايوا هادشي اللي عطا الله. الحراشات هما شي خطره نديرهم معكم. ايوا بالصحه والراحه، عيدكم مبارك سعيد، ومرحبا والف مرحبا.